السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي، كيف الحال ديالكم؟ واش مبروكه رمضان مبارك ان شاء الله، نطلب الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اليوم باذن الله غنتكلموا على واحد الموضوع الذي يخص جميع الناس، يخصنا كأمة إسلامية وكأفراد وكعائلات وكمجموعات وكأسر وكما تيقولوا في المثل ديال الدارجة المغربي، الحاضر يبلغ الغيب. واحد المرأة تتولد بخير وسلام في الدار ديالها ولا في السبيطار، تجي للدار تدخل عند الناس، سواء والدها توام دكار أمتا الله يكمل الله يسخر، تيجي واحد الناس خبثاء، الناس راه أشكال وأنواع. هادوك الناس خصوصا من واحد السن ديال واحد النساء خبثاء، تكون هاز معاها واحد الجدول، هاز معاها شي خبث، أو هي خبيثة في النفس ديالها، أو مدخلة معاها شي أذى، وتتبوس هذاك الصبي أو تلك الصبية، ثم هذاك الصبي تيتأذى، باش يتأذى، هذاك الصبي تكون باقي ملائكة، باقي ما عارف الدنيا مي، ما ديما جاي في الدنيا، تيتأذى على الأمراض المستقبلية، وأنا طحت في هاد الحالات بزاف، تيقدر بو عامين ويدير 3 سنين ويدير 4 سنين تولي مصاب بأمراض، يقدر يتشلل، يقدر يخرج معنزل، كما تنقولوا في الدارجة المغربية، حبيل، يقدر هو يولي ياكل في التراب. يقدر يبدا ينضغ في ظفرانو، يقدر يولي الريق طايحين ليه، يقدر بزاف ديال المسائل. كيفاش حنا غنحصنوا الاطفال ديالنا من هذه المساله هذه؟ او بعض العائلات تكون جايبين لنا ديك القصريه ديال الرفيزه، او ماكله، او روز، او حمصة، او كسكس، او شي حاجه وهي مخدومه. كاين الخبز، راه كاين الخبز، راه ناس كاين اللي تخدم في هذه المساله، وكاين المراه اللي تأذت في هذه المساله، كاين المراه اللي تصابت بالجنون في الولاده، كاين المراه اللي تقضي ديزه بالدم، هي تجريمه. تصحابو هما راه غير الدم سيالا، ولكن راه الجريه هي السحر، تتسمى الجريه في العالم ديال الفقهاء. كاينه المراه اللي من ذاك الزيره طلقات، كاينه وضعت شجار مع راجلها وقعت جريمه، كاين بزاف، راه كاين الخبثاء، كاين الشياطين، تيديروا شي اعمال اكثر من الشياطين، تيديروا شي اعمال اللي تعجز الشيطان على الفعل ديالها. المهم هذا بدايه كتاب الله سبحانه وتعالى في حديث كيفاش نحصلوا على كتاب الله، وفضل كتاب الله علينا وعلى المسلمين جميعا وجميع المخلوقات فوق الارض. وتحت الأرض يوم العرض، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالية. شرح الحديث، أش بغى يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني نقدر نقرأ حرف واحد من كتاب الله، ثم هذا الحرف هذا يقدر يجيني بجميع الآفات، وإلا قريته بإخلاص، وقريته بتفاني، وقريته بأسرار، وقريته بزاف ديال المسائل. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته من بعده فضل قراءة القرآن الكريم وتلاوته وحروفه وآياته، فبكل حرف يقرأه العبد المسلم للقرآن الكريم يكتب له به من عند الله تعالى 10 حسنات، وهذا وأقل تضاعف. إذن إن الله تبارك وتعالى كريم ويجازي عبده على قراءة كل حرف، فالألف حرف، والباء حرف، والجيم حرف، والحاء حرف، والسين حرف، والكاء حرف، والقاء حرف، إلى آخره. ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، ألف لام ميم. ثم إن الله تبارك وتعالى كريم وجزى عبده على الأعمال. غير تشدرك القرآن مثلا هكذا وتفتحه بنية خالصة أو شوقا لحب لكلام الله ولأسرار الله ولحكام الله، لأن القرآن لو قعدت نعاود لكم حتى الصباح ما نكملش الحكام اللي فيه. كما قال واحد الحكيم، قال لك بسم الله الرحمن الرحيم، على حسبتي غتعطيك 19 حرف، هذه حكمة ديال الشيوخ، هذيك 19 حرف على وزن زبانية جهنم، الزبانية ديال جهنم 19 حرف، أكبرهم مالك والخازن ديال النار، والخازن مكلف بالجنة رضوان. راه الآيات كثيرة، قالوا يا مالك أنا ربي خفنا من العذاب إلى آخره، كثيرة، هذا غنضرقوا لي في مواضيع أخرى. غير تفتح القرآن راه تنزل لك واحد النور تم تشوفوش، تترتاح، خصوصا راه يأتي في واحد البلاصة فيها الهدوء وتوضيت وجهة الله،
علاش يقول لك اللهم جعل القرآن العظيم ربيع قلوب كما قال رسول في الحديث ما من عبد أصابه هم ولا غم وقال اللهم إني عبدك اللهم يا عبدك يا عبدك نعمتك نصيت بيدك ماضي في حكمي عدل في قرارك أسألك كل اسمك واسمي زي بنفسك أستطرف العلم الغيب وزاد أحد من خلص القرآن العظيم ربيع قلوبنا وصود بهمنا وغمنا وإلى آخره. ثم نكمل الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي روايات أخرى وأحاديث أخرى تؤكد على المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم حرف الواو الواحد من الحروف كاللام والميم. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث آخر قال فيه إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. المقصود هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إن خير ما يتعلم الإنسان هو العلم بالقرآن. أول حاجة ليش أنا عندي العلوم كذا وأنا كذا وأنا كذا اللبنة الجوهر الساس راه ما يمكنش كيكون عندنا واحد القيطون بدون حمار كما نقولوا بالدارجه المغربيه باللغه عندنا حنا في هنا ما يمكنش انا غنبني واحد الدار بدون بودرات بدون ساس كتاب الله. وبعد بعد الحكماء قال لك تعلم لغه الام تسهل عليك تعلم جميع اللغات وجميع العلوم. شو الناس قديما كانوا اذكياء الدري ديال الله تيبلغ واحد شويه تيولي عقل شو اللي عارفه ويميز الكلام ويخرج الحروف تدي الكوشيه القراني تدي يعلم فيه القران ولا شديت القران وشديت النحو ديالو وشديت الاعراب ديالو وشديت الشكل ديالو وشديت الصرف ديالو وشديت القواعد ديال اللغه والقواعد القران تكون على يقين انك غتكون ماهر في جميع العلوم باذن الله. انا ما دخلت لشي واحد لا بنادم دا غادي يديروا حتى اتجاه ولا ذاك العارف ذاك العيون تراقب تراقيب والمعلقون واصحاب الحسنات. شوف تنظر لراسي انا تنظر لراسي دوني والدي نتعلم القران ونتعلم الحروف ونتعلم النحو ونتعلم الصف ونتعلم الشيوخ تنظر حتى شي واحد تتحمل المسؤوليه ديال الكلام ديالي لراسي انا اللي بغى ياخذ هذا الشيء مرحبا اللي بغى شي ياخذ الف مرحبا. انا ما شغلي حتى شي واحد ما تنظر حتى شي واحد ما تنجبد حتى شي اسم ما عندي غير حتى شي واحد راه هذا الوقت حتى شي واحد ما بقى هبيل وحتى شي واحد ما بقى بوالي وحتى شي واحد ما بقى مغفور كلشي ولا مطور كلشي ولا تيعرف دري صغير عنده 5 سنين ولا عارف ما عرفت شنو يشد التليفون يفصلوك اجزاء اللهم بارك. المهم ان خير ما يتعلمه الانسان هو العلم بالقران الكريم والاشتغال به دراسه وتعليما. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث ان افضل الناس بعد الانبياء الكرام عليهم السلام ومعلمي القران الكريم ومتعلميه الناس وحي الشيوخ والفقهاء اللي يعلموا الناس القران يضربوا تماره في الزوايا وفي الكتاتيب القرانيه وفي المراكز القرانيه وحييهم واتمنى لهم الجنه والمقام على باذن الله واتمنى لجميع المسلمين لاني انا اللي درست العلوم ديال القران وشفت القران والحكم ديال القران وهنا تنفعوا بها الناس الحمد لله وتنهضروا بها وغادي بها في الحياه ديالنا وغادي نعيشين سعداء على قدنا وعارفين ما لنا وما علينا لان كنت معنت في القران وحفظت القران وقريت القران الا تكون سعيد ولا ما تكونش عندك شعره ديال الخوف وما تكونش عندك شعره ديال الخجل وما تكونش عندك وما تكونش تعيش في ظلام وفوتان تقول الانسان حقاني كما تيقولوا والدينا تقول الحق تامر معروف نهى عن المنكر تكون انسان قوي كالجبل الشامخ لا تزحزحك رياح. وذلك لان القران الكريم هو كلام الله جل وعلا وهو افضل الكلام على الاطلاق وهذا يقتضي ايضا العمل القران الكريم للعلم اذا لم يورد عملا فانما يعد جهلا. ندوز الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه والذي يقرا القران ويتعتع فيه تلازم بسم الله الرحمن الرحيم هكذا الرحمن يعني له اجران الماهر بالقران كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع السفراء الكرام والبرار والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه هو عليه هو الذي عليه شاق له أجران. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم وصدق رسولنا الكريم وصدق الصحابة الكرام وصدق السلف الصالح وصدق العلماء. المقصود بالماهر القرآن هو الذي يحسن قراءته. مثلا أنا أقوم بتحسين القراءة أو أحسن القراءة بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون ما أنزل إليكم من قبلكم والآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم يفلحون. أنا الآن معايا رب القرآن مش نشكركم في راسي بغيت نقول لكم واحد ما معرفش القرآن تبقى مسكين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هكذا هذا عنده أجران. المقصود المهر القرآن الذي يحسن قراءته ويقن تلاوته ويجوده ويمكن أن يكون مقصود حافظ القرآن حفظا متقنا كاملا والقرآن يجري على لسانه دون توقف أو مشقة. واحد يدير في البقرة ساعة واحد يدير في جوج السوايع واحد يدير في ثلاث السوايع حسب السرسال ديال اللسان أو مشقة ويحتملوا أن يراد المعنيين معا وللسفر أكثر من معنى الفقيه لهم الأنبياء والرسل. يعني الحديث منشق إلى طرق المال القرآن ما السفر السفر يعني درجات هم الأنبياء والرسل المبلغين رسالة ربنا عز وجل لخلقه وقيلهم الكتب الذين يكتبون من الملائكة وقيلهم حملة لوح المحفوظ وبعض العلماء قال لك جمع قارئ القرآن بهم أنهم يعملون حفظ الله كتاب الله تعالى يعني كان لهم فيهم خير والمعنى كونهم معهم أنهم سيكونوا رفقاء لهم في منازلهم في الآخرة وأنهم يعلمون بأنهم يسلكون مسلكهم بحيث حفظهم للقرآن الكريم وتأديته إلى عباد الله ويكشفون معاني الناس ويبينون مقاصده والكرام مكرمون لدى كنزاتهم وعصمتهم عن الأخطاء والبررة هم المعطيون لله تعالى المحسنين في أعمالهم. أما الذي يقرأ القرآن ويحسن قراءته بشكل جيد ويصعب في نطقه وتجويد ألفاظه فهو له أجران. الأجر الأول هو أجر القراءة والثاني هو أجر تحمل المشقة لأنها تخدم المسال تخدم الدماغ تخدم والصبر على تقطيع القراءة في هذا التحريض على تلاوة كتاب الله على الرغم من وجود المشقة وليس المراد أن الذي يتتعتع بالقرآن أفضل من ماهر فيه فالأول له أجر والثاني له أجر كثيرة. هذا من جهة. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أكد فيه إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن ما المعنى والمقصود في السنة النبوية الطاهرة إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب يعني واحد البيت الخلاء ما عنده لا باب لا والو اللي جا تدخل ليه واللي جا حاجاكم تقضي في الحاجة البيولوجية ديالو واللي جا يدير في اللي بغا ماشي بحال واحد البيت عنده ساروت. مثلا المقصود ديال الرسول صلى الله عليه وسلم أشنو هو قراءة كتاب العزيز وزينة الباطل الإنسان هي احتواء الاعتقادات الحقة والتفكر بالنعم الإلهية والآيات الكونية كلما كان الإنسان أكثر حفظا ووعيا وفهما لكتاب الله تعالى كان باطنه أجمل وأكمل كما قلت لكم اللي تقرأ القرآن وتمشي المناهي وقرأ حزب الصباح قرأ. أشنو المقصود من الطلبات يقرأ حزب الصباح وحزب العشية باش أول حاجة يبقى حافظين وتجي حاجة الذكر ديال الله تجي حاجة تبقى القرآن رطب في لسانهم ثم الاستماع للناس ثم تطير ديك المنطقه ديك البقعه اللي تيقراو فيها. كما الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عند واحد الصحابه صابوا عن نسيت الاسم ديالو صابوا راعي الغنم قال لي انت وغنمك تلك هل 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 هل, 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 هل تبقى معه في الـ في الـ في, الـ في اليوم طول في الخلاق قال لا يا رسول الله قال لي أدن عند صلاتك فقولي بقعة أدن فيها وتصلي فيها تشهد يوم القيامه. انا عطيتكم المعنى ديال الحديث لو لم تذكر منه شيء انا ونسيت منه شيء الا شحال بغات تحفظ وشحال بغات تقرا وشحال بغات راه صحيح الامام مسلم وصحيح الامام ومسند الامام احمد والموطا الامام مالك وابو ذر الغفاري وابن ماجه والامام البصري الفقيه الحسن البصري رحمه الله والالباني وابن تيميه وابن عباد وابن عثيمين وابن الباز ولا والامام الغزالي والنووي والعلماء والفقهاء عندنا هنا في المغرب وفي المشرق ولا أبو بكر الجزائري ولا 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 ولا, ولا, ولا علماء كثير شحال تقرا وما تقناش تدخل شي بستان جميل ولذيذ تبقى تقرا ولكن الانسان يقرا المريض يعني السرعه قرا الانسان على الاقل يقرا اربع سطور في النهار ويتعلم ويسول باش ينفع راسو ينفع الناس. المهم قلنا قبل كان باطنه اجمل واكمل اما اذا خلى القلب من الجميع ذلك كان البيت كالبيت الخربه الخريب الذي ليس فيه اثاث ولا زينه وليس معمور اي شيء. ثم ندوز الحديث صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه اهل القران ومعلو الله وخاصتي يعني دائما تذكر الله
على ألسنتهم وفي أماكنهم ودائما تتحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات للألباب يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتنا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك مدخل النار قد خزيته أما للظالمين أنصار. يتفكرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب. من هم أولي الألباب؟ أصحاب العقول النيرة، أهل الصفاء، أهل الولاية الربانية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار يذكرون قياما أنا واقف أسيدي قعودا على جنوبهم ويتفكرون مش يقراو ديز كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لك سيأتي أقواما من أمتي يقراو القرآن كشرب اللبن. لا أي حاجة نديرو بعض المرات بعض الأخطاء في الرقية السرعة وهكذا الجن يحتاجوا إلى السرعة ليس لعقابه أو تعذيبه أو قتله أو لا حاشا لله الجن ما تعذبوش ما تقتلوش ما والو أعطيه فرصة أعطيه مهلة وعظيم الله عز وجل راهم أشقائنا في الدين يقدر يولي مسلم لخوك تو عبد من عباد الله يقدر غيولي مصباح يسلم القوم ديالو الى اخره. ثم حديث فان منزلتك عند الاخر اي تقراها مثل يقال لصاحب القران كما الرسول صلى الله عليه وسلم اقرا ورقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها مثلا وذلك الفوز الكبير مثلا المشروع سيدنا سليمان عليه السلام ومن الجن من يعمل بين يدني بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا نذوقه من عذاب السعير يعمل ما يشاء بمحاريب وتماثيل وجبال كالجواب وقدور راسيات يعملوا آل داود شكرا وقال عبادي شكور شكر لله مثلا عدم الوقف الحسن الوقف السيء الوقف التام. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادخلني مدخل الصدقين واخرجني مخرج الصدقين هنا هذا الوقف السيء خاصني نكمل اللهم ادخلني مدخل الصدقين واخرجني مخرج الصدقين واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا للوقف التام الوقف الحسن ثم نمشي الوقف التام وابصر فسوف يبصرون الوقف التام ولكن لا كملت يتسمى الوقف الحسن وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فثلاث آيات يقرأها بهن أحدكم في صلاته أحب أحدكم درجة الأهلية أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان قلنا نعم يا رسول الله قال فثلاث آيات يقرأه يقرأ بأن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. أشنو المقصود بالحديث؟ المقصود أن يحب أحدكم يجد في ملكه دعاء الأهل ثلاث مسائل والخلفة هي الحامل من النوق وكانت أعز أموال العرب حينها فجابوه رضي الله عنهم بالموافقة والرغبة في ذلك فأخبروا من قرأ ثلاث آيات في صلاة أفضل من أجل الإنسان ثلاث كما قلنا. ثم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حافظ على هؤلاء الصلوات والمكتوبات فلم يكن من الغافلين ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين أكتب من القانتين اللهم اجعلنا منهم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا حاسدين فيه اثنين رجل علمه الله القرآن فهو يتلو أنا الليل وأنا الليل وأنا النهار فسمعه جار له فقال ليلة أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل أتاه الله مالا فهو يهلكه في حق فقال رجل يا ليتني شئت مثل ما أوتي فلان فعلمت ما يعمل. ثم حديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة ريحها طيب وطعمها طيب وهكذا هذا فضل قراءة القرآن شحال ديال الخير فيه ومخلينه والقرآن يلعن صاحبه إذا لم يفتح وكان في المنزل ستشوف بعض الناس للأسف الشديد تدخل تصيب في الفيترينة في 20 قرآن وعمره ما تفتح القرآن 10 سنين 5 سنين 6 سنين. هذا الحديث أنا قاريه والله أعلم قارئ الحديث القرآن لما تفتح فوق 3 أيام يلعن صاحبه في ذلك المكان عشان تفتح وتقرأ. ثم رجعوا المسألة أنا كيفاش حصل ولدك تكون مزيود جبدنا الموضوع اتشد واحد اتشد القطران هكذا ودير واحد النقيطه هنا ديال القطران ودير واحد النقيطه هنا ديال القطران ثم كبه ديال الصوف هكذا هادشي ديال الاجداد راه خاصه نبان لكم انا صغير الا انني في الخدمه ديالي راه مثل الشيوخ كبار الناس كانوا تيسبوا وكانوا تيرقي وكان
هاد المباركه قدام هادشي راه كل المناهج تابع انا راه المناهج ديالي مختلف على المناهج الاخرى. هاد الخيط ديال الصوف نديرو في القطران وندور له على راسو هكذا عرض وطول هكذا، وملي نبدا ندير الخيط نقرا نعدل في اليمنى سبعة المرات ونقيم الصالة سبعة المرات ثم نقرا سورة الإخلاص ثلاثة المرات. والله العظيم لن يضره شيئا. والمرأة باش تحصن تقول هذا الحصن هذا ثلاثة المرات أو سبعة المرات قرأ على ماء لزيز حصنت نفسي بالحصن الذي أسسه لا إله إلا الله وباب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيطانه سلام قول من رب رحيم ودائرة له معقبات من بين يدي. أنا زمان اسمي محمد نظر راسي وهذا استعملت الاسم اللي بغيتي هذا نفسي بالحصن الذي أسسه لا إله إلا الله محمد رسول الله وحيطانه سلام قول من رب رحيم ودائرة له معقبات من يدي وخلف حفظ أمر الله. أنا الأسد أنا السماء همي شرد سهمي نفد أعداء الله اللي بغي يضرني. أنا الأسد زعما شكون الملك الغابر هو الاسد سمي الاسد همي الشارد سامي نفد بفضلي وحسن نفسي قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له احد بفضلي وحسن نفسي رب الفلق شري ما خلق شري غاسق نقول شري غاسق شري حاسد حسد حسنت نفسي وفضلي قضى بالناس ملك الناس للناس مشى الوسواس خد الناس الذي وزر الناس من جنة والناس حسن نفسي الحي القيوم الذي لا يفنى نفسه الف 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 لا حول ولا قوة الا بالله صلى الله عليه وسلم محمد الآل وصحبه وسلم تسليما. ونرش وجهي نرش ولدي ولا بنتي نرش هذيك الدار والله خير جمع المشعوذين ديال العالم الذي لا اله الا هو ما ضرب حتى شي حاجه. وهذا الشيء راه شاد الخيط شادو بالاذن هذا القطران شادو بالاذن هذه الكبه شاده بالاذن ها هي سي بالاذن وبالبركه وبالسر العظيم رحمهم الله وسكنهم فسيحوا جناتي. ما تظنوش داخلين واحد النماذج دوك المبشرين بالجنه وتعقب تعقب تقول هذه الشعوذه ولا هذه بركه ديال الاجداد. القطران كان واحد السر عظيم الكوبايه الصوف كانوا الناس يديروا فيها السبوبات ويعلقوها في ايات من كتاب الله والى اخره. والناس اصحاب العقول والناس اللي تيعرفوا يسمعوا الهضره ويحلوها ويخرجوا مع الخلاصه بواحد بحال عمليه حسابيه بحال المجموع راه يفهموا الهضره. ولا خير في مجلس لا يستغفر فيه الله ولا يصلي فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك لا اله الا انت انت ولي في الدنيا والاخره ونصير دار المقام عبدك الضعيف الفقير محمد القصومي ابن فاطمه. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والآية لا 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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله وحقه وقدره بمقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الكامل الله وكمال يقوم بكمال الله. اللهم صل على سيدنا محمد وصل على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا محمد كما على سيدنا ابراهيم في العالم وبارك على سيدنا محمد كما على سيدنا ابراهيم في العالم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد الاشجار والانهار وعظم ما خلقت من اول خلق الى اخر النهار وعاد ما يوجد في الكون من اسرار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. ولا تنسوا الاشتراك والدعم وبارطاجيو وري الناس وفيدوا الناس ومرحبا بالفقراء بالايتام بالارامل مرحبا. مقري في مدينه واريزم ورقمي راه في الصفحه 06 23 52 56 06. وهادشي بغينا ان شاء الله لما تنقوا نترحموا به والناس اللي ما قادروش يجيو يدخلوا القناه ويستافدوا ويعتقوا روسهم وعرفوا الاصل فين كاين والداء فين كاين وعرفوا روسهم فين تيمشيو. ونصيحه للناس تيعالجوا اتقوا الله في المرضى. الناس راه تعاني في صمت راه كاين ما عندوش شكل ديال الدقيق في الطارو كاين ما عندوش شكل ديال اللفت كاين ما عندوش شرابه ديال الدجاج. ملي جات داك الانسان اتقى الله فيه اتق الله اتق الله اتق الله فاجر الله ومغفره الله راه اكثر من المال الدنيا وما فيها. وملي تدخل السعاده لواحد الفقير انا نقول لكم واحد السر نجي عند واحد الانسان نجي تعالج لو كان يعطيني غير قهوه ديال السكر والناس راجعوا عندي وشي يتفرجوا فيا ويعرفوا تنفرح اكبر سعاده عندي في الدنيا. وكاين واحد الانسان تجدو على 10000 درهم ولا 20000 درهم هي اكبر سعاده في الدنيا. واحد المره تجي تكون مسور تاع الاولاد وتتولد تنفرح. واحد المره تجي تكون متقفين على الزواج تجوج تنفرح. واحد المره تصيبها غادي فاهمه هي وراجلها ترجع تفرح تنفرح. واحد المره تخرج منه واحد الجني وذاك الجني تيفرح وديك الانسي تيفرح هذا الجني تيتوب الله او ترجع للخطا ديالو وترجع لوالديه وترجع للعائله ديالو تنفرح. ومثلا نقول حط واحد الطعام الجني اي سيدي نحط الطعام الجني تما كيما تذكر مالي ادم خاص تذكر مثل الجن كاين الجن الفقراء. مرات لقيت ما جن جاي من مدينه مراكش اسكافي كردان
جا مصابي دي تخلف واحد المرأة. قلت لي واخا سيدي غنخليك في هذيك المرأة، جيب لي 4000 ريال في النهار تنتحق معاه. قال لي انا فقير رانا ها الساكي ودايره تنخدم بحال الامس، غادي من شركه لشركه من شانطي لشانطي من مدينه لمدينه من كذا. اتقوا الله وكافوا من العذاب. راه كاين واحد الجني مسكين ما عارفش راسو هو واش داخل هذاك الجسد، كاين واحد الجني ما عارفش راسو هو اش يدير، كاين واحد الجني مهدين كبار هذه الشياطين. امتى يجوز العذاب ويجوز القتل الى خالف العهد ورجع 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 ومحر هذيك المراه بعد لا راجل عام راجل الراجل ديال الزوج ديال فراش ولا فراش بحال الخوت او مكلف واحد الجنون واحد التشتيت واحد الثقاف وعطيتي المهله ودرتي معاه العهد. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبايعون كنهم يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث عنكم نفسه من اوفى بعهد الله ليس بشيء اجرا عظيما. العهد وفوا بعهد الله اذا عاهدتم وتنقضوا ايمان توكيديه، يعني هذا عهد الله يلزمكم ويلزمونا. حاولوا ما تبقاوش يا معشر الرقاد ويا معشر المعالجون حذاري من تعذيب الجن. اقول واكررها مليار مره، والله الذي لا اله الا تحت النهار الى مت ترحموا لي لقيت حي يذكروني وعيطوا لي. المغرب الحمد لله حنا حتى بضياتنا هالمواصلات كاينين، الاخر عنده موطور عنده سياره. راه الجن تينتاقى مع عباد الله، راه الجن وخا تيخرج كاين القبائل ديالو كاين من عمو، راه وخا تحصن وخا تقرا. ليس خوفا من الجن وليس خوفا من الشياطين ولكن الاسرار وحكام. واللي بغى يتعلم الاسرار والحكام يجي عندي كضيف نكرمو ونعلمو وغايشوفو كل البرهان والدليل. والجن راه ما تيتحركش ما تيموتش الا في حاله الا بالك شالات فيه العافيه. وباش تبان لك هاد الرؤيه وباش تبان لك الكرامه ما كاينش المعجزه. واحد الناس تطيحوا في هاد الخطا ديال المعجزه، المعجزه راه حدا كتاب الله، راه كاين واحد الطبقه مثقفه تطيح في هاد الخطا. راه لا يوجد معجزه في الدنيا، توجد كرامه. المعجزه خاتم الانبياء والمرسلين اخر معجزه كتاب الله. كاين كرامه، تكون ديك الكرامه عاد غير تشوف هاد المسائل. الجن ما تيتحركش، الجن تيكذب، الجن يقدر ما يكونش مالك. وحنزيدك واحد النقطه، ملوك الجن ما تيدخلوش الناس، راه ما مساليش الناس. الجن الكبار راه ما تيدخلوش الناس، تيدخلوا صحاب السراره القراقر الويدا الخانزي الحمامات كذا كذا، هما تيدخلوا في الناس، هما تيكلفوا اصحاب النجاسات والمقابر وكذا. وهذوك الاسماء اللي تتقولوا راه ما كاينينش، راه ما كاينش حياه طائره في السماء، راه ما كاينش اسماء طائر في السماء. هادشي كنا واحد الوقت نسمو حنا من الزاويه ومن الشيوخ، خلي الرقعه جانبا. كاين الجن الترابي الهوائي المائي الناري، ثم الجن يقدر يطير وخا هو في التراب. كاين واحد الجن تيقدرش يطير ولكن يقدر يتشخص، هو نزق في امريكا نزق في كندا نزق في الهند نزق في الصين، وقدر يولي عنده اجنحه يقدر يولي بقره ورديف. الحديث طويل 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 وفيه جعبتي الكثير. المهم نكتفي بهذا القدر ومرحبا بالجميع، ونعتذروا لو خرجنا الموضوع او نطقنا غير في محله او جمله في غير محلها او كذا. المهم الانسان يستافد، وبارطاجيو الناس وفيدوا الناس وعلموا الناس والحاضر يبلغ الغيب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.